تقريبا يعني عندنا تطبيقات ذكية كآب أبليكيشنز حوالي تطبيقين رئيسيات اللي هم دكاترة دبي أو دكتورز ان دبي، وهذه تفيد طبعا كل أطياف المجتمع السائح والمقيم والمواطن وغير المواطن أن يتعرف على الطبيب وتخصصاته، على أيضا المواقع وين يداوم أو موقع المستشفى أو العيادة، وهذا طبعا له دور كبير جدا في دعم السياحة العلاجية وخدمة ضيوف دبي في أينما كانوا. أيضا صحتي، وهو إدارة الصحة الشخصية للإنسان أو أفراد عائلته، يتعرف على التحاليل اللي عندهم، يتعرف على مواعيده، ياخذ موعد، كله من خلال هذا التطبيق الميسر اللي ممكن في متناول يده عن طريق الهاتف الذكي، وين ما كان في دولة الإمارات، من بس في دبي أو غيرها، يستطيع الدخول واستفادة من هذه الخدمات. كذلك عندنا العلاج عن بعد، في بعض الحالات اللي توصلنا ان المرضى يوم يوصلون بيوتهم يحتاجون يذكرون طريقة العلاج الطبيعي اللي يشرف عليه الدكتور. في هالحالة ما يحتاج المريض انه يوصل للمستشفى مرة ثانية، يقدر يمارس هذه التمارين وهو موجود في البيت. تسعى هيئة الصحة دائما من منظور استراتيجيتها الصحية مواكبة كل التطورات التقنية في مجال النظام الصحي، فتسعى مع الحكومة الذكية في تطوير الخدمات أساس أنها تحاول كل أشياء وصلتها المنظومة العالمية في الصحة أن تواكبها وتحاول توصل إليها بمختلف الطرق، سواء من ناحية العلمية الفنية، من ناحية تقنية المعلومات. تسهيل العمل سواء كانوا للمتعاملين، ونحن نتكلم هناك ونتكلم هنا عن المرضى، يرفع الكفاءة، يسهل المتعاملين، هذا كله يصب في رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تحويل مدينة دبي إلى مدينة ذكية. مشاركة هيئة الصحة بشكل خاص تعني لنا الكثير من خدمات، مش بس مجرد أبليكيشنز على التليفون أو شيء، نحن عندنا خدمات ملموسة.